واصلت القافلة العلاجية التي أطلقتها مديرية الصحة بأسوان أعمالها لليوم الثاني على التوالي في مركز كومومبو، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة. تتكون القافلة من 10 تخصصات مختلفة، وتم توقيع الكشف الطبي على 1447 شخصا بالمجان، وتم تحويل العديد من الحالات للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة بأسوان لإجراء العمليات الجراحية وأشعة الرنين المغناطيسي. نستقبل حالات الجراحة في عيادة الجراحة وبنشخصها وبنكتب لها الوصفات العلاجية المحتاجها، وأي حالات محتاجة عمليات بنحولها لمستشفيات مديرية الشؤون الصحية المحيطة بالمكان، والنهارده في اقبال شديد على القافله. نشكر الساده المسؤولين وزاره الصحه ومديريه الصحه باسوان بحضورهم الى قريه الكاجوج بالقافله الطبيه التي تتكون من جميع الاطباء والاخصائيين، وقمنا بالكشف الدكتور الباطنه ودكتور العظام والتحاليل الطبيه، وعليه احنا بنشكر كل المسؤولين عن وزارة الصحة في مستشفى الكاجوج، وإن شاء الله يبارك فيهم وخليهم وينصرهم ويطول عمرهم، وخدنا العلاج كل ببلاش. جيت الوحدة الصحية القافلة الطبية، وبسم الله ما شاء الله حاجة حلوة كثير، حاجة كويسة، يعني دفعنا كثير ولا قليل وخدت العلاج، وإن شاء الله ربنا يأخذ باليد، والحمد لله وبارك لنا في حكومتنا. فيها يعني الحمد لله فيها جميع التخصصات، وشايفين الإقبال كتير، يعني ستات وجمهور وشباب وكله يعني من نفس القرية، وإحنا بنشكر يعني المسؤولين إن هم يعني شاركوا في الموضوع ده وإن هم بيهتموا بالقرية.